خلينا نروح دلوقتي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، لأن امبارح كابتن محمود الخطيب كان عقد اجتماع تنسيقي مع شركة الأهلي للخدمات بحضور مهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ويحيى راشد رئيس مجلس إدارة الشركة ونسمة طاحون المدير التنفيذي للشركة، وناقش هناك في هذا الاجتماع برنامج عمل شركة الأهلي للخدمات الرياضية خلال العام بقى الجديد والملف المالي كمان والاستثماري للشركة وبرامج عملها بما يلبي طبعا احتياجات النادي وفرقه الرياضيه. هنا بنتكلم على كافه المستويات. ناقش كمان كابتن الخطيب ما تقوم به الشركه بشان امكانيه توفير رحلات جماهيريه لطبعا الوقوف مع فريق الكره وتحديدا بدايه كمان المنافسات في بطوله كاس العالم للانديه اللي هتقام زي ما حضراتكم عارفين طبعا بالامارات، واعتقد دي نقطه مهمه جدا كمان وهتفرح جماهير الاهلي زي ما كنا بنتكلم. بالمناسبه كمان شركة الأهلي للخدمات الرياضية بتعقد اجتماعات دورية منتظمة، ده هيكون كمان خلال الفترة الحالية والقادمة لتوفير كل الاحتياجات للفرق الرياضية، فضلا طبعا عن توفير رحلات كمان مناسبة للأعضاء والجماهير. فلو اتكلمنا لا في شغل على الأرض في الفترة كمان اللي جاية هيبان، يعني دايما بنقول الرد على الأرض أو الشغل على الأرض، فأعتقد ده الفترة اللي جاية هيبان بشكل كبير.